حزب الله يجهض مبادرة الدول الخمس. المشهد الداخلي بعد استئناف مجموعة الخمس مهمتها الصعبة بات يمكن اختصاره بالآتي: أولاً، أبلغ حزب الله الدول الخمس أن لا تفاوض على سحب ترشيح رئيس المردة سليمان فرنجية، وبهذا يكون قد أقفل الباب نهائياً أمام الخيار الثالث الذي بات مسلماً به بين الدول الخمس. سيؤدي هذا الإقفال إلى تعثر مهمة اللجنة التي اختصر عمل سفرائها في بيروت باجتماعات وجولات لن تسفر عن انتخاب رئيس في القريب العاجل، وبهذا سيواجه لبنان خطر الحرب الوشيكة بفراغ رئاسي. ثانياً، لم يصدر عن الدول الخمس لا في السر ولا في العلن أي إشارات إلى إمكان استعمال الأسلحة الضغط المناسبة، ومنها سلاح العقوبات على المعطلين، وهو السلاح الوحيد الممكن والمتوفر القادر على تغيير مواقف بعض الكتل الرئاسية. ثالثاً، بعدم قبول حزب الله الانتقال إلى البحث المبدئي برئيس الخيار الثالث، تبقى قوى الاعتراض على موقفها المتمسك برفض انتخاب فرنجية، وسيكون هذا معبراً إلى الفراغ الطويل الأمد. هذا الفراغ المديد سيكون اختباراً لرهانات من كل الأطراف لترجمات متضاربة تبعاً لتطور مسار الحرب ونتائجها، فكل الاحتمالات تجري على إيقاع هذه الحرب وما ستؤدي إليه. خرقت إيران الصبر الاستراتيجي في البحر الأحمر والحدود الأردنية، وهذا ما سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الانتقال من التواطؤ الاستراتيجي في العلاقات مع طهران إلى توجيه ضربة تنقذ ماء وجه إدارة بايدن. هذا ما سيعطي إسرائيل المزيد من القدرة على الاندفاع نحو الحرب، مع كل ما يعنيه ذلك من توريط لأمريكا في مواجهة كبيرة لن تستثني إيران. في وسط المنطقة التي باتت مؤهلة للاشتعال، يقبع لبنان كملف متواضع الأهمية، ولكن على جانب كبير من التأثير في مسار الحرب، وينتظر جميع الأطراف في الداخل جلاء غبار المواجهة لتقريش نتائجها في المعادلة الداخلية. لا يبدو أن حزب الله مستعجل لإنهاء الفراغ الرئاسي إلا إذا استطاع إيصال مرشحه بموافقة عربية ودولية، وفي المقلب الآخر تنتظر القوى المعارضة دون استعجال أيضا، وفي حساباتها انتظار تغيير كبير آت لابد سيقلب الكثير من المعادلات وتوازنات القوى.